كثيرة جدا، أكثر من مادة وأكثر من فرع. طبعا هتقولوا ليش أوسخ كذي، هذه مواد متآكلة يعني، شو مني كلام من كثر المواد الحارقة وكذي صار في تآكل. مني وصلنا عند الدينجرس أو المواد الكارسيجينكس والسامة جدا، في الدايكروميت، في المواد الكارسيجينك القوية، البوتاسيوم أيدايد، المواد البنزينية، بوتاسيوم كربونيت، شوف صوديوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروسولفايد، فورمالدهايد، مواد عطرية، زنك، كل شيء موجود هنا. نادي هذا مكان نادي علمي، جينا بالسر. نحط قطرات من صفار البيض، ثاني شيء نحط قطرات من الزلال، ثالث شيء راح نحط قطرة من محلول 2، راح نقوله بعدين، قطرات محلول 3 حطنا هني، قطرات من ماء الصنبور، وهو آخر شيء بيوريت على 4 نابيل كاشف بيوريت. نحط كاشف بيوريت 4 قطرات 4 دروبس على 4 تيستيوب 5 تيستيوب آسف، نحطه ونشوف الناتج. بس طبعا راح نحط قطرة 4 دروبس 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ونسوي ميكس نسوي ميكس بين ذول، ونزيد شوي عشان المحلول كان مخفف، نزيد شوي بس. هذا راح نكمل، وراح نكمل الباقية. يقولون بيضة طازجة محل مجهولة وكاشف بيوريت، أنا أبي باختبار وماس مدرجة. ويقولون بعد أضف فثمان من زلال بيض في بابا واحد نفس ما سوينا بكل الأنابيب، وبعدين راح أوريكم الحين. في الأنبوبة رقم 1 أول شيء كان في صفار البيض، أول شيء لم يحدث أي شيء مكتوب هنا، لم يحدث أي شيء، بس نكتب لم يحدث أي شيء. فالأنبوبة رقم 2 تكون لون بيربل أو بنفسجي، تكون بكملها كلها وبدأ أوريك. الحين دلالة على تكون بروتين، تكون لون بنفسجي دلالة على تكون البروتين، يعني وجود أو وجود البروتين. طبعا البروتين شنو؟ حمض اميني يحتوي على شنو؟ الحمض الامينية تحتوي على النيتروجين والهيدروجين، هذه الحمض الامينية. تكون حمض امينية تساعد في اعطاء كتلة للجسم وتخلي الجسم كبير، فهمتوا؟ يعني بناء العضلات، اشياء كثيرة. طبعا اللي تكون اعلى هي تكون في مصدرين لهم، مصدر حيواني ومصدر طبيعي، مصدر حيواني مصدر نباتي. المصدر الحيواني يكون فيه البروتين اكثر، ومع ذلك يكون من عيوبه يكون دهون تسبب سمنه. النباتي المصادر النباتيه مثل الفول والبقوليات وكذي تكون فيها قليل من البروتين، بس انها ما تعطي حق الجسم كتله كبيره او وزن كبير او دهون. لم يحدث، لا، تكون لون بنفسجي دلالة على وجود البروتين أو وجود البروتين في زلال البيض. إن لا يحدث شيء، لا 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 لا. بس الأنبوبة رقم 1 شنو كان فيها؟ صفار البيض. أنبوبة رقم 2 1 و 2، أنبوبة رقم 2 يكون فيها زلال البيض. الأنبوبة رقم 3 يكون فيها الزيت والماء. الأنبوبة رقم 4 يكون فيها ديستيلد واتر. الأنبوبة رقم 5 يكون فيها الماء العادي وبس.